خلق الله الليالي جعل ليلة هي أفضل وأعز ليلة، ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، حتى قال عنها صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم. هذه الليلة قد تظهر أمام عينك نور يظهر لك، أو يعني شيء معين غير معتاد يشير لك إلى أن هذه ليلة القدر. لا تحدث لكل أحد، بعض الناس ربما كرم من الله عز وجل. أخي الكريم أختي الكريمة، هذه الليلة من عظمها أن كل أمر محكم عظيم يقدر ويقرر في ليلة القدر من العام إلى العام الذي يلي، يعني من الآن إلى العام القادم ماذا سوف يحدث يقدر في هذه الليلة، فهي ليلة تقدير الأمور عند ربنا سبحانه وجل فيها. ادعو الله عز وجل يغير مقاديرك، ربما يغيرها في هذه السنة، يغيرها يجعل لك شيء أفضل، لأنها تقدر في هذه الليلة. طوال العام تسمع في الإذاعة أو تسمع الإمام وهو يقرأ عليك: ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر، سبحان طوال العام. حتى إذا أتت ليلة القدر مرة في العام ننام إلى الصباح، مسكين والله يفعل ذلك. حتى إذا هلت الليلة الفاضلة موعودة نجلس نتابع المسلسلات أو الأفلام أو نجلس في الإنترنت. يا والله صدق النبي صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم. ساعتها إذا طلع الفجر وكانت هذه فعلا ليلة القدر لا ينفع الندم، فالله الله في تلك الليلة الغالية كن من أهلها، فإنه من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والدعاء فيها مستجاب. أسأل الله يستجيب دعاءنا ودعاءكم.